السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أول حلقة من الموسم الثاني مع سلسلة شخصيات من تاريخ أمة الموحدين. إن شاء الله الجزء ده هتكون على طريقة البودكاست الإذاعي. بس في البداية كده، لو أول مرة تسمع لي حلقة أو تشوف لي فيديو، أتمنى يعني أنت تشارك الحلقة دي علشان تكسب معي الأجر إن شاء الله. ولو أنت بتشوفني على أي منصة يعني تعمل لي فولو. ويلا بينا نبدأ الكلام على بركة الله. تعالوا كده نرجع ورا بالزمن شوية لعصر النبي صلى الله عليه وسلم. الجيل ده كان جيل عظيم بكل ما تحمله الكلمة، كان جيل قوي جدا، الجيل اللي شال هم الدعوة ان هو يوصلها لنا، الجيل اللي ضحى وتعب وحارب وعمل كل ما يستطيع. على فكرة الجيل بتاعنا برضو جيل قوي، لان قوة الجيل تقاس باكتر من محور، منها التحديات، الفتن، منها حاجات كتيرة جدا جدا. بلاش اي شخص يحاول ان هو يقلل من نفسه او من ذاته ويقول يا عم احنا فين والناس دي فين. لا، الله سبحانه وتعالى خلق كل شخص في الزمن اللي هو يقدر يقدم فيه اي شيء نافع. الشاهد من الامر ان التجارب الانسانية بتتكرر. في قصص كتيرة جدا جدا عن الخيانة، قصص عن الوفاء، قصص حروب، قصص صراعات، حاجات كتيرة جدا بتتكرر ولسه هتتكرر لفترة طويلة جدا من الزمان. علشان كده احنا لما هنرجع بالزمن ونبدأ ان احنا نتكلم عن بعض الشخصيات، وفي برضو اوقات هنجيب شخصيات معاصرة من العصر بتاعنا ده، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نسقط القصة ديت على زماننا ونحاول ان احنا نستفيد من القصة. قصتنا النهاردة هي عن صحابي من اروع واعظم الرجال في امة الاسلام. احنا في الفترة ديت فترة ما بعد علانية الدعوة والصراع الشديد اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقريش والمؤامرات اللي بتحصل والصراعات الداخلية، والموضوع كان مشتعل لأقصى درجة، تعذيب للمسلمين ومشاكل كتيرة جدا وإغراءات، شوية ترهيب شوية ترغيب، يعني كان في نزاع كبير جدا جدا بين المسلمين وقريش. والشخصية اللي احنا نتكلم عنها ديت كان عايش في قبيلة دوس وكان هو سيدها، كان شخص قوي، الطفيل ابن عمرو الدوسي. والدوسي دي قبيلة اللي هي دوس. قبيلة دوس دي كانت من أشد القبائل عداوة على المسلمين، كانت في أي حرب ضد المسلمين تدخل، أي صراع بينها وبين المسلمين تدخل بحيث أنها تأذي المسلمين بأبشع الطرق. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم جملة صعبة قوي، قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. نرجع بقى للطفيل. الطفيل ابن عمرو الدوسي كان سيد قومه، كان عنده صفات عظيمة جدا، كان عنده من الكرم ومن المروءة ومن الشجاعة، وكان شاعر وكان عالم وكان لبيب، كان طليق اللسان، حلو اللسان، وكان يعرف الطيب من الخبيث. المهم ان فترة الصراع اللي بين المسلمين والمشركين في قريش، في الفترة دي اتقرر ان هو يروح مكة. طبعا هو ما كانش عارف بالصراع والنزاع اللي بيحصل في مكة ده، هو كان طبعا شخصية معروفة. لما راح مكة هو طبعا بيحكي وبيقول قدمت مكة، فما ان رآني سادة قريش حتى اقبلوا علي فرحبوا بي اكرم ترحيب، وانزلوني فيهم اعز منزل. استقبلوني استقبال كويس جدا واكرموني، وبدأ ان هم يتكلموا معايا، وبعدها جابوا لي الكبارات والسادة وبدأ ان هم يحذروني ويقولوا لي يا طفيل إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا. بيحذروه بأفشع الطرق، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجه. لما الطفيل سمع الكلام ده والتحذيرات الشديدة ديت خاف جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، خاف ان هو حتى يقرب وان هو يسمع، فبيقول فوالله ما زالوا يقصون علي من غرائب اخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب افعاله حتى اجمعت امري على الا اقترب منه ولا اكلمه او اسمع منه شيئا. وبيقول بعد ما خلصنا القعدة مع كبارات قريش وحذروني من محمد ومن كلامه اللي شبه السحر، لدرجة ان انا كنت رايح الكعبة عشان اتبرك بالكعبة وان هو يتبرك بالاصنام ويطوف حوالين الكعبة يعني، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي. وطبعا علشان يتجنب ان هو يسمع اي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، جاب قطن وحطه في اذنه علشان ان هو ما يسمعش اي كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي كان بيصلي وكان بيصلي بصوت مسموع، فبيقول لما شفته
لقيته بيصلي بطريقة غريبة مش زي صلاتنا، وبيتعبد برضه بطريقة مختلفة، فده لفت انتباهي، شكله أسرني، يعني أنا حبيت اللي هو بيعمله ده، وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه، بدأ يقرب غصب عنه إنه هو عاوز يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، قربت جدا من محمد عليه الصلاة والسلام، علشان أسمع غصب عني هيئته وشكله وطريقة عبادته وطريقة صلاته. جذبتني، انا سمعت عنه كلام لكن انا لسه مش عارف، ومع ذلك واخد كل الحرص الممكن ان انا بحاول في نفس الوقت برضو علشان ما اتخدعش، علشان برضو ممكن يكون فعلا كلام قريش صح، فانا برضو كنت على اعلى درجات الحرص. لكن لما اقتربت منه وابى الله الا ان يصل الى سمعي بعض مما يقول فسمعت كلاما حسنا. لما سمعت كلامه اتعجبت من كلامه وقلت في نفسي ثكلتك أمك يا طفيل، وثكلتك ديت يعني فقدتك، دي كانت كلمة عند العرب زمان بيدعوا على نفسهم وبيدعوا على غيرهم بس بأسلوب محترم شوي. ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. يعني بيقول أسمع منه، جايز يكون كلامه كويس، أنا أعرف أفرق الطيب من الخبيث. وبيقول استنيت لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم انصرف وروح لبيته، فرحت وراه تبعت حتى إذا دخل داره دخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قوله، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا فأعرض علي أمرك. بيقول أنا حاولت أعمل اللي قريش قالت لي عليه، لكن إرادة ربنا كانت فوق تخطيطهم، فسمعت من كلامك فاستحسنت كلامك، فقل لي يا محمد اعرض علي وسمعني كمان. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص وسورة الفرق. فالطفيل بيقول فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. وفي اللحظة دي مديت إيدي وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلت الإسلام، ومن هنا هتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ قبيلة دوس. شخص واحد من مكان كله شر قرر ان هو ما يسمعش للشائعات، ما يسمعش للكذب، وقرر ان هو ياخد قرار صح. شوفوا اللي حصل بعد كده. الطفيل بيقول ثم اقمت في مكة، قعدت شوية في مكة اتعلم من محمد عليه الصلاة والسلام تعليم الدين وبعض الامور المهمة، وحفظني شوية من القرآن وبدأت اتعلم شوية. ولما خلصت الفترة اللي قعدت في مكة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرؤ مطاع في عشيرتي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، يعني خلاص يا رسول الله أنا رجل مسموع كلمتي هرجع لناسي وأهلي أدعوهم للإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاله وقال اللهم اجعل له آية. الآية كانت غريبة جدا جدا. بعدها الطفيل خرج من مكة وبيقول لما قربت من البيوت خلاص على وشك أن أنا أوصل لقيت نور طالع ما بين عيني زي المصباح، الجبهة اللي النقطة اللي بين عينيه الاثنين اللي هي بين الحاجبين كده في نور طالع من وجهه، فلما حسيت لأن العلامة ظهرت فدعيت وقلت اللهم اجعله في غير وجهي فإني أخشى أن يظنوا أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينه. يعني دعا ربنا سبحانه وتعالى أن هو يتغير مكان العلامة ديت علشان قومه ما يفكروش أن ده سحر أو أن هو دي عقوبة للي غير الدين بتاعه ويخش دين تاني، فدي تبقى عقوبة. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوته والنور اللي كان على الجبهة عنده ده اتنقل للصوت اللي معاه. الصوت ده كان، والصوت ده بتبقى حاجة شبه الكرباج مع مصنوعة من الجلد، فالضوء ده نزل على طرف الصوت، ودي كانت علامة ومعجزة من المعجزات. الطفيل لما وصل البيت بيقول أتاني أبي كان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبتي فلست منك ولست مني. فأبو تعجب فبيقول له ولما يا بني؟ فالطفيل قال له لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأبوه قال له إيه؟ قال له أي بني ديني دينك. فالطفيل فرح وقال لأبوه اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك مما علم، ودخل أبوه
الإسلام. مشى شوية كده في البيت جات زوجته، فأول ما شافها من الله إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت ولما بأبي وأمي أنت؟ فقلت فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد. فزوجته هي كمان قالت له فديني دينك. فقلت لها فاذهبي فتطهري، وطلب منها انها تذهب وتغتسل علشان يعلمها هي كمان. بعد ما خلص اهل بيته بدا ان هو يدعو باقي قومه، فقومه تباطؤوا في دخول الاسلام الا ابو هريره اللي هو عبد الرحمن ابن صخر. فده خلى الطفيل يزعل ويتضايق ويغضب. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم وكنت غضبان وزعلان، وكان معايا ابو هريره. فالنبي لما شافني فبيقول لي ما وراءك يا طفيل؟ فقلت له قلوب عليها اكنه وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. وفي بعض الروايات بتقول ان الطفيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا عليهم يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح رفع ايده، وابو هريره كان بيقول ظننت انه سيدعو على دوس، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوس وات بهم، وبعدين راح قال للطفيل ارجع الى قومك وارفق بهم وادعوهم الى الاسلام. وبعدها قرر الطفيل ان هو يرجع لقبيله دوس، وفضل فيهم سنين طويلة يدعوهم إلى الإسلام. وعد غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وطول الفترة ديت وأنا بدعوهم وبعلمهم. وبعدها قررنا أن احنا نروح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معايا 80 بيت من قبيلة دوس كلهم دخلوا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بيهم جدا جدا لما شافهم، وعطلهم جزء من غنائم غزوة خيبر. قبيلة دوس طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أنهم يبقى لهم جزء كده من الجيش، يبقوا في الميمنة بتاعت الجيش، ويبقى لهم زي شعار كده. وفضلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يشاركوا في المعارك والفتوحات والغزوات لحد فتح مكة. بعدها الطفيل بن عمرو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يأذن له يروح، لأن كان في صنم لسه في قبيلة دوس كان اسمه ذي الكفين. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ابعثني الى ذي الكفين صنم عمرو بن حممه حتى احرقه. فبقول فوافق النبي صلى الله عليه وسلم واذن لي، فسرت الى الصنم. الطفيل راح علشان ان هو يحرق الصنم ده، وكان معاه سريه من الجيش. لما راح كل الناس والشباب والنساء والصبيان اجتمعوا حوالين المشهد ده وحوالين الصنم بالتحديد قبل ما يحرقوا، وكانوا كلهم منتظرين ان يحصل صاعقة من السماء كده تنزل على الطفيل فيموت، او ان الصنم اللي هو ذي الكفين ده ان هو يغضب عليه. فالطفيل عمل حاجة من اعجب الحاجات الممكنة، راح وقف قدام ذي الكفين اللي هو الصنم ده، وقال ثلاث ابيات شعر قبل ما ينفذ وعيده. يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا اقدم من ميلادك، اني حشوت النار في فؤادك. وبعدها قام باشعال النيران في ذي الكفين واتحرق الصنم. وهنا كل اللي حضروا المشهد ده أعلنوا إسلامهم ودخلوا الإسلام، وأصبحت قبيلة دوس من أقوى وأفضل الرجال نصرة لدين الله. الطفيل بن عمرو فضل بعد كده ملازم النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما توفى. والطفيل بن عمرو وابنه عمرو بن الطفيل قرروا إن هم يشاركوا بعد كده في كل المعارك، ووهبوا حياتهم للمسلمين في عهد أبو بكر الصديق، لحد ما جاءت حرب الردة أو معركة الردة. ففي أحد الليالي كده وهم نايمين الطفيل شاف رؤية بيقول لأصحابه إني رأيت رؤيا فعبروها لي. شاف حلم وعاوز حد يفسره. قال وما رأيت؟ قال رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرا جعل يصلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه فقالوا خيرا. فلما قالوا له خيرا ومحدش فسرها مايل ايه، اما انا والله لقد اولتها، انا عارف تفسيرها، اما حلق رأسي فذلك انه يقطع، واما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، واما المرأة التي ادخلتني في بطنها فهي الارض تحفر لي فادفن في جوفها، واني لارجو ان اقتل شهيدا، واما طلب ابني لي فهو يعني انه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إن شاء الله لكنه يدركها فيما بعد. وده كان تفسير الطفيل بن عمرو. وفي معركة اليمامة كل اللي قاله الطفيل بن عمرو من تأويل الرؤية حصل بالفعل، ويستشهد الطفيل بن عمرو الدوسي. وفي المعركة ديت دراع ابنه اليمين يتقطع، الكف اليمين، ويكمل هو كمان مع المسلمين لحد خلافة عمر بن الخطاب. وفي أحد الأيام كان عمر بن الخطاب كان عامل وليمة للمسلمين، فعمر بن الطفيل يعني اعتذر كده ويعني مرضاش ان هو ياكل. فعمر بن الخطاب لما شافه قال له لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك. فقال له أجل يا أمير المؤمنين. فهنا عمر بن الخطاب قال له والله لا أذوق هذا الطعام حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت. وكان قصده
على ايده اللي اتقطعت في الحرب، فبقول له ان ايدك دي سبقتك للجنه. وفضل بعدها عمرو بن الطفيل نفسه ان هو يحصل ابوه بنفس الطريقه، ان هو يعني يستشهد في المعركه، وفضل يحارب مع المسلمين لحد ما وصل لمعركه اليرموك ويستشهد الشهيد ابن الشهيد. ودي كانت قصه الطفيل ابن عمرو الدوسي. القصه فيها فوائد عظيمه جدا، زي ترويج الاشاعات. في ناس بتكذب وبتصدق كذبتها، مش بس كده لا، ده بتنشر كذبتها. قريش كذبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، فهم كذبوا في الحته دي لانهم هم نفسهم اصلا اللي كذبوا الكذبه وصدقوها. النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي قالوا عليه الصادق الامين، كذبوا الكذبه ونشروها بين الناس. مش بس كده، ده بداوا بعد كده ان هم يصدقوها. لما الطفيل ابن عمرو جه وسمع الكلام بتاعهم اشاعه، بس لقى ناس كبراء وناس حكماء وناس تقيله جدا من عيلة القوم بيتكلموا، كلهم بيتكلموا وكلهم متفقين على نفس الحاجه على الرغم انها كذب. فهنا عمل ايه؟ خاف وصدقهم. زي الاشاعات والكذب اللي بيطلع على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل واحنا ما بنتحرش الدقه، الطفيل راح عمل ايه؟ راح قرب من الحقيقه، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هو سمع عنه بس ما سمعش منه، لما سمع منه اتضح الحقيقه. لذلك الشخص لما يكون في اشاعه منتشره قد تكون باطل، وقد تكون انت ممكن تشارك فيها عن طريق مثلا لايك على بوست او كومنت او انك تعمل مشاركه فتظلم وتشارك في الامر السيء ده. ولذلك ديت هي اهم فائده من قصه الطفيل ابن عمرو، هي عدم تصديق اي اشاعه قبل التحري، وان لازم زي ما سمعت عنهم اسمع منهم. ديت اعظم فائده من قصه الطفيل ابن عمرو، وهي تجارب بتتكرر وهتتكرر الى ان شاء الله. كده انا اكون وصلت لنهايه الحلقه، اتمنى من الله ان اكون وفقت فيها وان ما يكونش فيها اي ملل، وتكونوا استفدتم معايا من قصه الطفيل ابن عمرو الدوسي. اعمل شير للحلقه لو لسه ما عملتش شير للحلقه، اكتب لي رايك في التعليقات، وان شاء الله نتقابل مره تانية في قصه جديده مع شخصيه جديده من تاريخ امه الموحدين وفائده جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.